ما يصير لم ما عندها طفل أو طفلة؟ إن شاء الله. تبين؟ إن شاء الله. إيه إيه خلاص يا الوقت. أنا دائماً كنت أتهرب من هالشيء. إيه. يعني كنت أتهرب أقول لا 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 لا. لين العمر أخذني. إيه. تيو ولا مرة حملتي؟ أمبلا قبل إيه. إيه. فالحين خلاص أحس إنه يعني عرفت الواحد يصير مرتاح مادياً مرتاح إني ما بي أي. حان الأوان. آن الأوان إيه والحمد لله الحين في التكنولوجيا وكذي والتطور الطبي وهذا يعني أقدر بأي بدال واحد ثلاثة مع بعض. صحيح. فإن شاء الله خير إن شاء الله مثل ما الله كتب. صحيح. راح يكون فيكون إن شاء الله. شنو راح تسمينهم؟ سألتي السؤال من قبل وقلت لك إياهم. إيه وأبي أسمع مرة ثانية. عبد العزيز. إيه. ها لازم عبد العزيز. إيه. والزين نفس. بنت يعني اللي سمتها من قبلي الزين بنت المعتزلة زينب العسكري. صحيح. وكنا بعد شيماء علي عندها الزين. كنا إيه كنا النور ايه. والزين كنا. إيه. والله ما أذكر. إيه. بسألها. و شوف الثالثة كنت يعني أبي بنت ثالثة أنا. إيه. بس لا الحين يبون ولد ثالث. إيه. مو بنت يبون ولد ثالث. إيه. منو اللي يبون؟ النص الثاني. أوكي.